اسمي فادي سوري لاجئ بمخيم الزعتري، ومثلي مثل آلاف السوريين اللي أجبرتهم الحرب أنه يتركوا بيوتهم وأهلهم والأماكن اللي بيحبوها. زعتري يا زعتري يا زعتري، بدي خيمة إلها وكرفان إلي. زعتري أول ما جيت على المخيم يعني كان الوضع سيء جدا، وكنت بحالة نفسية صعبة. بعدين حاولت إنه أتأقلم مع الجو اللي أنا عايش فيه، حاولت أدور على شغل، ففتحت صالون من يعني وسائل بدائية، وكان صاير الإمكانيات ضعيفة، بس بنفس الوقت يعني توفي بالغرض. صارت برد كتير، وهي الكرفانة عم تغلي غالي، عم تغلي عجل يا زعتري. والله سوريا بلدي وربيت فيها، يا محلى شجارها والظل فيها. صار في ضغوطات كثير علينا، وحتى بعدين صار الضغوطات اكثر، صار القصف والهاي. احنا اخر مره كنا بالبيت صار في قصف مباشر علينا من الطيران، ما حد كان فينا يعني خلص، يعني صار الموقف يعني صعب كثير، وعندنا اطفال يعني صارت تتخوف. يعني طلعنا هيك ما عاد يعني في مجال، لازم انه نطلع يعني. ألفنا أغنية جديدة عن بلادنا حوران، وكان تأليف الأغنية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يا رايح عدرب حوران، سلم عدرع وقله جمرة بقلبي. كانت الصدفة أنه وجدت كلمات تأليف ابن عمي على موقع خاص فيه، فمباشرة ما شفت حالي غير عم بغنيها، وطلع معي لحن جديد. صرخة طفل تهز شلون، ما هزت وجدان الكون، هزت قلب السوري هولو سيريانز ماست ريليز ذير انرجي، يعني انه الطاقات موجوده ولكن كانت مكبوته خلال فتره طويله، اللي ما كان في حريه اللي نحن طالبنا فيها. فهون نحن صار في عندنا حريه اكثر، فصرنا نتكلم، وصرنا هالطاقه اللي عندنا حاولنا نفجرها لحسن الحظ من يوصل لنا صوتنا ويسمع مشاكلنا ويهتم فيها ويعطيها اهميه. عم تغلي عجل يا زعتري، عم تغلي عجل يا زعتري.